نرجع مع حضراتكم تاني نستقبل نجم الزمالك السابق واحد شواكيش نص الملعب في نادي الزمالك وواحد من اللي حصلوا على بطولات كتير جدا في الجيل الذهبي لنادي الزمالك كابتن محمد كمونه. كمونه منورنا كابتن مصر. ده نورك يا ابو العلا، طبعا بوجودي مع حضرتك ان احنا بنطلب الشفاء ان شاء الله باذن الله احمد رفعت، ويا رب تطلع سليمه ان شاء الله ويقوم بالسلامه ان شاء الله. امين يا رب نضم صوتنا لصوتك. وانا الحمد لله لحد دلوقتي الحمد لله سمعنا بعض الاخبار المطمئنه يا رب باذن الله ان شاء الله يتم شفائه. حصلت امبارح حاجه صعبه جدا على جدا خير يعني. ان شاء الله ربنا يشفيه يا رب ويعافيه يا رب.